بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم باللقاء الثاني من مساق Digital Logic Design أو تصميم منطق الحاسوب. ونبدأ المحاضرة زي ما تعودنا من خلال شرح العناوين اللي حنشوفها مع بعض خلال المحاضرة، وطبعا حنكمل مع بعض المحاضرة هاي اللي هي المواضيع اللي وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت، وآخر شيء وقفنا عنده هو عملية تحويل الموجات الصوتية وكيف بيتم تخزينها داخل جهاز الحاسوب، وهذا اللي حنشوفه طبعا بالتفصيل خلال المحاضرة هاي، واللي هو طبعا بيندرج تحت موضوع From Analog to Digital، تحويل من Analog ل Digital Conversion. وطبعا حنشوف مع بعض في عندنا احنا ثلاث مراحل اللي هم Sampling وال Quantization وال Encoding. بعدين حنعمل العكس، كيف نحول احنا من الأصفار والوحدات اللي هم Digital ل Analog Wave عشان يتم سماحها عن طريق السماعات. واخر شيء حنحكي على مصطلح مهم جدا اللي احنا بنسميه الكلوك او الساعه. طيب، هذا الرسم او الشكل اللي هنا احنا شفناه اللي انتهينا عنده المحاضره اللي فاتت، وكان هذا هو كان من ضمن ثلاث شغلات كيف بتم تحويلهم داخل جهاز الحاسوب. وبدينا احنا بالشغله الاولى انه جهاز الحاسوب ما بيفهمش عنا اللي غير شغلة واحدة اللي هم أصفار وحدات، بمعنى آخر شحنات كهربية، وطبعا هي بسميناها باينري ديجيتال سيجنال. وشفنا مع بعض بداية بكيف انه احنا نحول التكست او النص كيف بيتم تخزينه داخل جهاز الحاسوب، وشفنا انه احنا كل الأحرف لابد يكون ليها أسكي، وحسب الأسكي تاعها طبعا بيتم تخزينها داخل جهاز الحاسوب. بعدين انتقلنا الى عالم الايمج او الصور، وقلنا ان الحاسوب ما بفهمش تكس، الحاسوب ما بفهمش صور، لكن عشان هيك احنا بيطلب من احنا نعرف الحاسوب كيف بتم تحويل الايمجز هذول او الصور كشحنات كهربية داخل جهاز الحاسوب، وهذا بيتم من خلال عملية البكسل، لان كل صورة هنا قلنا عبارة عن مجموعة من البكسل، الاف مؤلفة منها. والدور الان عملية نشوف كل بيكسل شو بقابلها بالباينري. وفي عندنا ثلاث أنظمة في موضوع الايمجز، حكينا الجري سكيل، وحكينا النوع الثاني اللي هو الار جي بي بشكل سريع، واخر شيء اللي هو موضوع السي ام واي كي. يعني هنا في النظام الاول قلنا انه البيكسل الواحدة تحتاج الى 1 بايت لتمثيلها، في النظام الار جي بي تحتاج الى 3 بايت، في نظام السي ام واي كي تحتاج الى 4 بايت. طبعا هذا بيفرق معنا في حجم الملف النهائي حسب الصورة، وطبعا وهذا طبعا بيأثر على جودتها. واخر شيء وقفنا عند موضوع الصوت، وقلنا احنا الصوت طبيعة الحال هو انالوج، وجهاز ما بفهمش صوت، فلا بد من تحويل الصوت اللي بنسمعه برا جهاز الحاسوب، كيف هنخزنه، شو الفورم تاعه، وكيف بتم تخزينه داخل جهاز الحاسوب. وهذه عبارة عن مرحلة معقدة، وهذا اللي هنشرحها بالتفصيل خلال المحاضرة هاي. واحنا شايفين هنا هذه الصورة فقط بورجينا الشخص هذا لما يحكي مثلا كلمة واو، واو هنا عبارة عن موجة صوتية لنفرض جدلا انه هاي الموجة الصوتية تاعت مثلا كلمة واو. فبنلاحظ احنا الموجة الصوتية هذه اللي هي بالانالوج عايزين احنا نحولها في نهاية المطاف لوحدات واصفار، وهذا اللي احنا حنشوفه مع بعض بالتفصيل. بداية موضوع التحويل من انالوج لديجيتال، طبعا كلمة انالوج لديجيتال احنا بنحكي هنا على الصوت، يعني الانالوج ديجيتال كالصوت، وهذا الموضوع اللي بيعمله كارت الصوت اللي مشبوك داخل البوكس، وهنحكي عنه لما نصل في السلايد اللي بعديه. لكن بداية عايزين ناخد في بعض مصطلحات لازم نعرفها، اللي هي المصطلح الاول بنسميه الويف فورم. الويف فورم اللي هو عبارة عن الشكل الموجة، يعني هذا المنظر زي هيك، هذا الشكل تاع الموجة بنسميه ويف فورم. هاي ويف فورم تاني، هدول الاثنين بيختلفن عن بعض، لكن هذا اللي احنا بنسميه ايه الويف فورم. موضوع الفريكوانسي او التردد، طبعا هذا مر عليكم بالفيزياء قبل هيك، لكن التعريف المباشر تاعها هو عدد الكمبليت سايكل بير سكند. وخلينا اوضح انا هان على الويف فورم اللي هان. الان لاحظ بقول لي هذه المسافة من هان لهان هذه 1 سايكل، ولاحظ بدت الموجة عند زي هيك، وبعدين بدت تطلع ورجعت استقرت نفس نقطة البداية تاعتها، فعملت دورة كاملة. الحين هاي كمان مرة، هاي نعمل كمان مثلا كلاك كمان سايكل، هاي موجتين. فبقول لي هنا
عدد الفريكوانسي عبارة عن عدد السايكلز في الثانية. طب هو السؤال هنا وين الثانية؟ هنا احنا مش شايفين ثواني، فعشان هيك احنا ضفنا، لاحظ حاطين الخط اللي هان واللي هان، وافترضنا بانه المسافة من هان لهان هي ايه كتايم اللي هي ثانية، 1 ثانية. فهنعد خلال ال1 الثانية هان كم من كومبليت سايكل عندنا. فهنلاحظ هنا هي عندنا 1، هاي كمان عندنا 2، هاي عندنا 3، وهي عندنا ايه 4. فبالتالي هذه الموج اللي فوق هنا ترددها او الفريكوانسي تاعتها يساوي 4. ماشي، 4 ايش؟ وحدة قياس الفريكوانسي بالايه بالهرتز. فبالتالي حنقول هنا بانه الفريكوانسي تاعت الويف فورم اللي هان او الموجه هاي تساوي 4 هرتز. معنات الكلام انه هذه الموجه بتعمل 4 دوره كامله في الثانيه. اللي تحت هنا عشان نوضح الفكره، الفريكوانسي تاعتها حتكون عندنا اعلى. ليش؟ لان نلاحظ نفس الفتره الزمنيه هاي بالخط الازرق بين هادي وهاي، ها شايف نفس المسافه، هذا 1 ثانيه. لكن بنلاحظ في ال1 ثانية هان عندي عدد الكومبليت سايكل اكتر من اللي فوق، عشان هيك بنقول انه الفريكوانسي تاعت الويف فورم اللي هان اعلى من الفريكوانسي اللي هان. يعني مثال، هذه كانت عندنا هاي 1، بعدين هاي 2، هذه 3، هاي 4 5 6 7. فبالتالي التردد تاع الموج اللي هان حيساوي 7 هرتز، لكن هاي ترددها 4 هرتز. عشان هيك هذه سميناها ايه لو فريكوانسي، مقارنة بمين؟ بهاي اللي سميناها او اعتبرناها هاي فريكوانسي. هاي مفهوم كلمة فريكوانسي. الان بقول لي هان في مصطلح اسمه الويف لينث، والويف لينث هو المسافة ما بين البيك. يعني لما نطلع احنا على سبيل المثال، شايفه، خلينا امحي السكراتش بالاول عشان توضح لنا الصورة. لاحظ المنطقة اللي هان والمنطقة اللي هان، هذه اللي موجة واحدة، دول أعلى نقطتين في الموجة. المسافة اللي ما بينهم بنسميها إيه؟ الويف لينكت. بنسميها الويف لينكت. الآن لاحظ عنا إحنا هنا الويف لينك اللي هان والويف لينكت اللي هان. يعني لاحظ اللي من هان لهنا، شايف قديش المسافة، ولاحظ المسافة من الويف لينك تاعت هاي. فبتلاحظ إنه الويف لينكت اللي هان أكبر من الويف لينك اللي هان، وطبعا شيء بديهي، لأنه انه هنا كل ما كبر عند الويف لينك حيقل عند التردد، لان عندي حيقل عندي عدد الدورات الكامله في الثانيه. لكن كل ما بضغطها، يعني كل ما بقلل تاعت الويف لينك اللي هنا، حيزيد عندي عدد السايكل في الثانيه، وبالتالي التردد حيزيد. فبالتالي العلاقه عندنا عكسيه ما بين الويف لينك والفريكوانسي. فلاحظ هنا، يعني كل ما زادت الفريكوانسي كل ما قلت الويف لينك، والعكس صحيح. هذا بالنسبة لمفهوم الويف لينك. الآن نشوف هنا آخر مصطلح اللي احنا بنسميه الامبليتيود. الامبليتيود هو عبارة عن ارتفاع الموجة، يعني من 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 الخط اللاين اللي هم من صفر نعتبره لحديت البيك قديش المسافة. فلاحظ هان، يعني المسافة من هنا هيك، قارنها مثلا بالمسافة اللي هان، فايش حتلاحظ؟ حتلاحظ انه اللي تحت اطول او اكثر من اللي هان. فاحنا حنقول انه هان عندنا ايه هاي امبليتيود، هذه ايش اسمها لو امبليتيود. فالامبليتيود اللي هو عباره عن ارتفاع اللي هو الموجه. تمام، هذا بالنسبه للمصطلحات تاعت الويف فورم. فكمان مره، الويف فورم عباره عن الشكل اللي هي الموجه، يعني الفريكوانسي التردد اللي هو معناته عدد السايكل في الثانيه، واخر شيء الويف لينث اللي هو المسافه ما بين البيك اللي هو القمة، ما بين اللي هو في الموجتين، في الموجة نفسها، يعني من موجة للموجة الثانية أو من السايكل للثانية، وعلاقة عكسية مع اللي هو الفريكوانسي. وآخر شيء أخذنا كلمة الامبليتيود اللي هو عبارة عن ارتفاع الموجة، يعني من أوطى نقطة لأعلى نقطة اللي احنا بنسميها ايه الامبليتيود. طيب الآن هنا اللي حنأخده مع بعض، موضحينه احنا بالصورة هان عشان نفهم عايزين ندرس ايش خلال المحاضرة. احنا لما نيجي نحكي نسجل الصوت على الحاسوب، احنا بنستخدم وحدة الادخال اللي هي ايه اللي هي المايك، صحيح؟ المايك هنا بياخد الصوت. طبعا الصوت اللي هنا اللي بيطلع من الانسان هي موجة ايه انالوج، خلاص بتدخل عنا هنا عن طريق السلك هنا هيك، لاحظ، وحتدخل عنا في كارت الصوت. كارت الصوت وين موجود؟ في البوكس من ورا. عشان هيك بتلاحظ انت السماعات موصولين وين؟ في البوكس من ورا.
المكان الموصول فيه المايك او السماعة اللي هي بنسميها ذكرة الصوت. طب شو دور كرت الصوت هنا؟ هو بيحول لي الموجة اللي انت شايفها هنا هيك الانالوج، بيحولها لايه؟ لديجيتال داتا، لباينري ديجيتال داتا. طبعا هاي المصطلحات مكتوبة وحتى الشكل هنا واضح، عشان يتم تخزينها داخل جهاز الحاسوب، لانه الحاسوب ما بيفهمش عندنا غير ايش؟ غير الديجيتال داتا. والعكس صحيح، لو احنا عايزين نسمع عن طريق السماعات، طبعا طبيعة السماعات هذول ما بيفهموش شحنات، ما بيفهموش شحنات كهربية، بيفهموش اصفار ووحدات، وبيفهموا ايه؟ موجات صوتية زي هيك. فبالتالي برضو نفس الشيء حتلاحظ انه برضو السماعات موصلين برضو في اللي هو في البوكس من ورا، في نفس المكان اللي موصول فيه المايك. طبعا مدخل تاني وهذا مدخل تاني، لكن هذا ايش دور الان؟ بيعكس، هو بيحول لي الديجيتال داتا او الباينري ديجيتال سيجنالز اللي هم الاصفار والوحدات سميناهم، وبيحول لي اياهم لموجات صوتيه اللي هم انالوج، عشان يتم ترجمتهم وانهم يطلعوا على السماعات ونقدر نسمع الصوت. هذه العمليه طبعا اللي احنا بنسميها ديجيتايزنج الانالوج سيجنال، بنسميها يعني نحول الانالوج سيجنال لديجيتال. وطبعا في عندنا اللي هو الطريقة المتعارف عليها والمشهورة اللي احنا بنسميها ايه؟ PCM او البولس كود مودوليشن، وهذه مشهورة يعني هذا نظام او خوارزمية او طريقة بالهاردوير موجودة عشان تحولنا من الانالوج للديجيتال، ونفس الشيء برضو من الديجيتال للانالوج اللي بيتم استخدامها في كرت الصوت. طبعا الثلاث مراحل الاساسيين اللي حنشوفهم بالتفصيل اللي هم مين؟ السامبلينج، وحنشوف المرحلة الثانية اللي هي الكوانتايزيشن، وآخر شيء حنحكي عن الانكودينج. طيب أول شيء موضوع السامبلينج. موضوع السامبلينج، كلمة سامبل معناته عينة، وطبعا أنا بنصح بشدة إنكم تحضروا المحاضرة تاعت المساعد لأنه موضح الكلام هذا بالتفصيل. ومرحلة السامبلينج شو اللي بيصير فيها؟ إحنا بنطلع هنا هذه الموجة عندنا اللي هي الأنالوج، الموجة اللي هم بدي انا اعملها سلايسز، بدي اعملها شرايح. فبالتالي بدل ما كانت هي متصلة زي هيك، ما دام حقصها شرايح يعني هتصير عندي منفصلة، بس انا هعمل الخط اللي هنا اللي زي هيك اللي هو التايم، معناته هذا التايم هذا اللي هو بدي اخلي قيمه ديسكريت او منفصلة، وهذا شبيه جدا بالكلام اللي اخذناه في الديسكريت سيجنال. فموضوع السامبلينج لاحظ عملية اللي هو reduction of continuous signal، يعني بنحول من continuous signal لإيش؟ لديسكريت سيجنال. فالكلام اللي هنلاحظ، جينا احنا هيحط هاي السلايسز، شايف الأعمدة انت؟ هذا الأعمدة هان زي اللي جزأنا اللي هو السيجنال. طبعا احنا في الآخر حنشيل مين؟ اللي هو الموج اللي انت شايفها، هذا اللي هي الخط الغامق، وحنشتغل فقط بس على السلايسز أو الشرايح هدول، هدول اللي احنا بنسميهم السامبلز. كلمة سامبل ريت، طبعا هذا مصطلح وحيمر معنا، اللي هو معناته عرض السامبل اللي بناخدها في الثانية، عرض السامبل اللي بناخدها في الثانية. طبعا احنا هنحكي التفاصيل هذه زي هيك، خليني ارجع لها، بس خلينا بس في الاول قد بني هرجع اوضح لك شو معنات الكلام اللي هو موضوع السي دي والدي في دي اللي بيستخدموها في عملية تسجيل الصوت. لاحظ هنا، جينا احنا واخدنا موجة كاملة، هذه موجة كاملة هيك لجملة نفرض، طبعا احنا حنشتغل عليها بنظام الثانية، فهذه ثانية ومن هل هان ثانية ومن هل هان ثانية، فاحنا اخدنا المقطع اللي هنا هيك وجبناه هنا هيك عشان نشتغل عليه، هذا اللي هنعمل له ايه؟ سامبلينج، يعني هذا هنعمل فيه اول مرحلة اللي احنا بنسميها السامبلينج. الان هنا لو جيت انت على السامبلينج عايزين نعملها كم من شريحة وكم من سلايس، هنا عاملين 8 هرتز بنسميها. الحين 8 هرتز معناها انه هو عامل لي هنا مقسم اللي هو السيجنال هنا هيك اللي بالانالوج محول لي اياها ل 8 شرايح. الحين لاحظ هنا لما نقول له هو مستخدم 16 هرتز، معناته انه هو عامل 16 سامبل في الثانية. نيجي هان عامل 32 هرتز، يعني عامل 32 عينة أو سامبل أو سلايس في الثانية. يعني لاحظ 32 عندي هنا خط أو عمود بالثانية. هنا لاحظ 64 هرتز، معناته إنه أنا عامل لي هنا 64 شريحة في الثانية. فنرجع هنا تعال نقرأ، هنلاحظ هنا هذا بيوضح لي اللي هو عدد السامبل في الثانية اللي احنا بنسميه ايه؟ الهرتز.
فبالتالي لما احنا بنقول السامبلينج ريت 8 هرتز معناته انه احنا في عندنا 8 سامبلز اتاخذن في الثانيه، ولما نقول السامبل ريت 64 هرتز معناته انه في 64 سامبل اتاخذوا في الثانيه. واضح؟ طيب طبعا مصطلح جديد عندنا اللي احنا بنسميه سامبلينج ايرور، بس هذا حنحكي عنه كمان شوي. فخلينا انا ارجع الان للسلايد اللي قبلها. الحين في السلايد اللي هنا هو بقول لي احنا الانظمه، بالتالي هي مفهوم كلمه سامبلينج ريت. سامبلينج ريت اللي هو يعني عدد السامبلز اللي احنا هناخدهم في الثانيه. ونظام السي دي اللي بيتم تسجيل الصوتيات على السي دي هو بيستخدم هنا 44.1 كيلو هرتز. كيلو طبعا اللي هي 10 اس 3 يعني 1000. فمعنات الكلام انه لما بدنا نيجي احنا نحول الصوت سامعينه من خلال المايك وبدنا نخزنه داخل حاسوب على النظام السي دي او نحطه على سي دي، هو هيعمل 44100 سامبل في الثانيه. هذا بسموه اللي هو السامبلينج ريت. لكن لاحظ نظام الدي في دي بيستخدم 48000 سامبل في الثانيه، فعشان هيك اللي هنا حيكون عنده حجمه اكبر لكن الدقه هتكون اعلى زي ما حنشوف مع بعض. طيب نوفي هان موضوع السامبلينج ايرور اللي وقفنا عنده ونوضح شو احنا قصدنا بالسامبلينج ايرور. اولا السامبلينج ايرور هنا تعريفه هو الجاب اللي هو الفراغ ما بين الاوريجينال سيجنال والريبيلد سيجنال افتر ميكينج ذا سامبلينج. يعني احنا لما بعد ما نعمل سامبلينج طبعا هيصير في اختلاف بينه وبين الموجة الاصلية، الاختلاف هذا البسيط اللي احنا بنسميه سامبلينج ايرور. في مثال عندنا هذه الموجة الأصلية اللي احنا جبناها من السلايد اللي قبل، شايفينها؟ هذه الأوريجينال سيجنال اللي هي طبعا قيسينها على الثانية، مسكناها وحطيناها هنا هيك، الآن أخذنا احنا هان 8 هرتز، يعني السامبلينج ريت تاعنا شو يساوي؟ 8 هرتز. شو يعني 8 هرتز؟ يعني في عندي 8 شرايح حنجزئ مين؟ هاي السيجنال، حنستخدم 8 خطوط أو 8 أعمدة. الآن لاحظ هنا إذا أنت عملت زي هيك فبالتالي راح تيجي الحين للأعمدة حيلتغي عندنا الخط تاع الأصلي وحنبدأ نوصل مثلا هذه زي هيك وهذا حنوصلها هان. سوري أنا مش واضح، مش يمكن قد ما يكون مش ظابط معي مؤشر الماوس، بس إنما لتوضيح الصورة هنا واضحة. هو جينا هان وصلنا بعد إحنا ما رفعنا الموجة الأصلية وقعدنا نوصل زي هيك، نلاحظ الشكل اللي هان والشكل تاع الأصلية في اختلاف. يعني هو ها حتى موضح، نلاحظ الآن هيك ظهر منظرها الموجة، هذه موجة بعد ما عملنا لها السامبلينج 8 هرتز مثلا، قارن بينها وبين الأصلية فبتلاحظ في فرق. الآن الفرق اللي هنا زي ما أنت شايف هذا اللي احنا بنسميه سامبلينج ايرور. طيب هذا بنسميه زي ما احنا واضح السامبلينج ايرور. طيب المثال تاني احنا هنا لو زدنا عدد السامبلز، يعني في المثال اللي هنا استخدمنا السامبل ريت 16 هرتز، يعني 16 عينة احنا للموجة هاي. فنفس الشيء لو عايزين نوصل احنا زي ما عملنا هنا، وحينتج عندي في نهاية المطاف هذا الشكل بعد ما عملنا لها 16 هرتز اللي هو السامبلينج ريت. هنقارنها الان بالموجة الاصلية، طبعا في اختلاف لكن بنلاحظ انه الاختلاف بينها وبين الموجة الاصلية قل مقارنة في اللي قبلها. هو لا زال عندنا هنا مين؟ سامبلينج ايرور. نوفي كمان الان عاملين هنا استخدمنا سامبلينج يعني السامبلينج ريت 32 هرتز، يعني اخذنا هنا 32 عينه في الثانيه او 32 سلايس للموجه في الثانيه. لاحظ هنا لما بيزيدوا عندي عدد السلايس فصارت تعطيني تفاصيل ادق، فلاحظ اللي نتج عندي هان حيعطيني الى حد ما اقرب للموجه الاصليه مقارنه بهاي، وهي طبعا اقرب مقارنه بهاي. لا زال عندي انا اللي هو السامبلينج ايرور لكن ضئيل جدا. اخر شيء للتوضيح حنستخدمنا السامبلينج ريت 64 هرتز. 64 هرتز يعني احنا هنا في عندنا 64 سامبل. فلاحظ هنا لما نتجت عندي الموجه هان بعد استخدام ال 64 هرتز اللي نتج عندنا، لاحظ لو بنقارنها بالموجه الاصليه تقريبا ايدنتيكال، يعني تقريبا نفس الشيء. فايش بنلاحظ هنا؟ انه كل ما زاد عندي عدد السامبل كل ما زاد عندي السامبلينج ريت، كل ما قل عندي مين؟ السامبلينج ايرور. وكل ما قل عندي السامبلينج ريت كل ما زاد عندي السامبلينج ايرور. واضح؟ طيب
هذا بالنسبة لموضوع السامبلينج. مرحلة الكوانتايزيشن اللي هي المرحلة الثانية في عملية تحويل الديجيتايزنج الصوت. والكوانتايزيشن هنا هو حيحول القيم، يعني احنا في موضوع السامبلينج الخط اللي هنا هيك هو اللي عملنا له ايش ديسكريت، لكن اللي كان هنا في السامبلينج ما لعبناش فيه، بقي كما هو اللي هو كان ايش كونتينوس. لكن في موضوع الكوانتايزيشن هذا الخط اللي هنا هو اللي حعمله انا ايه، حنعمله زي ما انت شايف اللي هو قيم ديسكريت. طبعا في شرح الفيديو تاع المساعد موضح الكلام هذا لانه احنا بني رسمين على السبورة. فلاحظ هنا هذه هي نتيجة عملية الكوانتايزيشن، انه هو شو بيعمل، بدي يحط ماستر عندنا هنا هيك ويقسم المسافة هنا هيك طبعا بالتساوي شرائح زي هيك، وبتصير هدول هم ايش يا القيم، يعني يا تيجي يعني طول العمود اللي هنا تاعت العينة يا حيكون 7 يا حيكون 6 يا حيكون 5 يا 4 يا 3 يا 2 يا 1 يا 0، ما فيش حاجة في النص. هذا النظام احنا مستخدمين هنا الكوانتايزيشن. تعال خلينا نوضح اكتر في السلايد اللي بعديها. الان لاحظ هنا هو هنا بيحكي لي على الكوانتايزيشن ايرور. في الكوانتايزيشن ايرور لما اجي هنا زي هيك، وطبعا هذا رسم موضح على السلايد اللي قبل، فانا مباشرة جيت عليها، جينا هنا مسكنا المسافة اللي هنا هيك واللي هنا هيك وقسمناهم لثمان خانات. احنا هنا مستخدمين 3 بت، 3 بت يعني انا عندي 3 خانات، واذا عندي 3 خانات يعني اجمالي عدد القيم او الخيارات 8 خيارات اللي هم 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. طبعا هاي هدول هم القيم، طبعا ما فيش قيم بالنص، يعني يا صفر يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا اربعة يا خمسة يا ستة يا سبعة. الان تعال نيجي على الموج اللي هان، لاحظ اللي بالاسود هذه هي الموجة الاصلية. شوف المؤشر اللي معي هنا، طبعا هذا هو الطول الاصلي، طبعا بنفعش انا هذي بتيجي هان هيك، هذا كلام غير مقبول، يا حتكون صفر يا حتكون واحد، بما انها اقرب لصفر فبالتالي نزلناها ايه لصفر. لاحظ اللي باللون الازرق. نيجي على الموجة اللي بعديها، الموجة اللي بعديها بقت لو بدنا نعملها حيكون مؤشرها هان، يعني واحد وشي، بنفعش. أنا بدي أعملها كوانتايزيشن بأنه بدي أقربها على أقرب قيمة من اللي إحنا اعتمدناهم. فهنا حتيجي عندي على واحد، عشان هيك لاحظ هنا جاي عقبال واحد، نيجي على هاد نزلت لاثنين، نيجي على هادي نزلت لثلاثة، تعال نطلع هان، هادي مثلا بقت هان هيك، هادي طلعت على إيه؟ على خمسة، أنا أقرب للخمسة إلى آخره. هذا مثلا نطلع هادي يعني بقت جاي زي هيك، فأنا هعملها لفوق عشان أقرب رقم إلى اللي هو السبعة. هذا موضوع الديجيتايزنج، بأنه أنا ما بلعبش في عدد السامبل، يعني عدد السامبل هذا تم تحديده في عملية السامبلينج، لكن الآن إحنا بعد ما نخلص السامبلينج ونحدد عدد السامبل بدنا نيجي الآن على كل سامبل على حدة ونتحكم في طوله. الآن طول السامبل هنا بده يصغر بده يقل بده يكبر حسب مين؟ حسب الكوانتايزيشن اللي عاملينه إحنا هان وحسب الدقة تاعته. طيب الآن بقول لي هنا لاحظ، وهذا بنسميها الكوانتايزيشن ايرور، بانه الموجة الاصلية كانت هنا هيك، او طول العمود في المثال اللي هنا او السامبل هذا على سبيل المثال كان طول الاصل هالقد، صار قديش ازداد هالقد، لان الفارق ما بينهم او الجاب اللي ما بينهم بنسميها ايه كوانتايزيشن ايرور. كوانتايزيشن ايرور. طيب تعال نفهم كمان مرة ايش كوانتايزيشن ايرور في شكل اكتر. فبقول لي هنا الان انا مستخدم نفس السامبلز، لاحظ اللي هنا يعني الرسم هاي والرسم اللي قبلها هم نفس السامبل، بس انا ايش اللي اتغير معي؟ انه انا هذا عملها كوانتايزيشن 3 بت، 3 بت يعني 2 اس 3 خيار عندي، يعني عندي 2 اس 3 بيساوي 8 خيارات، يعني عندي فقط 8 قيم هان. لكن لما جينا عملنا هنا هنا استخدمنا 5 بت، 5 بت معناها انه عدد الخانات اللي هان او القيم 32 خانه، يعني 0 1 2 3. طبعا دير بالكم نفس المسافه، يعني من هان لهان هان عاملين حطينا فيها 32 شريحه. في السلايد اللي قبل نفس المسافه هاي حاطين فيها 8 شرايح، فبالتالي الفراغات او المسافه ما بين الشرايح في الكوانتايزيشن حتكون اكبر لما استخدمنا الثلاثة بت، وحتكون بتقل، لاحظ المسافه بين هذه الشريحه واللي قبلها اقل من الشريحه واختها في السلايد اللي قبل. هذا بيفرق معنا بانه هذا بده يقلل الكوانتايزيشن ايرور،
يعني مثال احنا نطلع هان لربما الصورة مش كتير واضحة، بس تعال نطلع اللي باللون الاسود هان، هيا نعطيك المثال اللي هان شايف، هاي اللي باللون الاسود هاي طبعا مضطرين نرفعها شوية صغيرة عشان تصل لأقرب نقطة. طبعا هذه المسافة اللي هان هو لازال فيها كوانتايزيشن ايرور بس صار ضئيل جدا، وانا كل ما قل عندي الكوانتايزيشن ايرور كل ما قلت اللي هو يعني عن يعني كل ما قل تغيير في طول العمود عن العمود الاصلي اللي نتج نتيجة عملية السامبلينج. طيب تعالوا نشوف احنا في سلايد بعديها ونشوف التأثير في موضوع لما نعمل increasing the quantization level. اولا هذه الموجة، لاحظ هذه الاوريجينال سامبل، كلمة سامبل هي النقطة مهمة، هذه ليست الموجة الأصلية، الموجة الأصلية هنا بعد ما نعملها سامبلينج، بعد ما نعملها سامبلينج. الآن أنا هنا السامبلينج ما بلعبش فيهم، هم عدد السامبل هم بغيرش فيهم شيء في عملية الكوانتيزيشن. بس أنا عندي هنا الآن العمود هنا تاعت كل عينة اللي هو كل سامبل الارتفاع تاعه بده يقل أو بده يزيد بدرجة دقة، يا بدرجة ضئيلة يا بدرجة كبيرة حسب الكوانتيزيشن اللي احنا مستخدمينه، وهذا هو الهدف من موضوع الكوانتيزيشن. في المثال اللي معنا هنا هو مستخدم 2 بت، 2 بت يعني عنده 4 خيارات، 2 اس 2 بيساوي 4، يعني المسافة من هان لهان زي ما انت شايف كم خانة فيها، 1 2 3 4 خانات، لاحظ المسافة ما بين هنا وهنا كبيرة، فبالتالي عنده حيكون الكوانتيزيشن ايرور أعلى بكتير من لو ما احنا قللنا زي في المثال اللي معنا هان، يعني هي نفس المسافة من هان لهان هي نفسها من هان لهان، لكن في الحالة هذا أنا استخدمت 4 قيم. الجاب او المسافه ما بين الخمسه والسته ما بين يعني كوانتايزيشن ليفل وتاني اقل بكتير من هاي، فهذا برضو بقلل عندي مين الكوانتايزيشن. لو كمان قللنا اكتر واكتر كيف بنقللهم؟ بان احنا بنزيد عدد الليفلز في نفس المكان، يعني بنحشر عدد الليفلز بنفس المكان، فصارت المسافات بين شريحه والتانيه اقل بكتير مقارنه من هاي وهذا اقل من هاي، فكل ما بقلل ما بينهم يعني بنزيد عدد البت. فعشان هيك هذا الكوانتايزيشن تاعه كان 2 بت، هذا الكوانتايزيشن تاعه كان 3 بت، وهذا الكوانتايزيشن تاعه كان 5 بت. لكن لاحظ هنا احنا قرب الموجة عن الموجة الأصلية بعد ما نعملها سامبلد، بنلاحظ انه هذا أقرب إلى الموجة الأصلية اللي عملها سامبلد، هذه بتقل، يعني هنا عندي الكوانتايزيشن عندي أكثر من هاي، وهذه أكثر بكثير من هاي. واضح هنا؟ فبالتالي هنا خلاصة الشريحة هاي بأنه كل ما زدنا احنا في حجم في عدد البتاتات للكوانتايزيشن كل ما كانت الموجة اللي حتنتج عنا اقرب الى الموجة اللي نعملها سامبلينج، وكل ما قلت طبعا في نهاية المطاف حيقل عندي عدد او حيقل عندي الكوانتايزيشن ايرور، لكن كل ما قل عندي عدد الليفل تاع الكوانتايزيشن حيزيد عندي الكوانتايزيشن ايرور، وهيك احنا بنبعد اكثر عن الموجة اللي تم عملها سامبلينج. هذا حيفرق معنا برداءة الصوت اللي حينتج في نهاية المطاف اللي حيتم تخزينه داخل جهاز الحاسوب. طيب نشوف السلايد اللي بعده اللي هذه المرحلة الأخيرة، مرحلة الانكودينج. ومرحلة الانكودينج عملية بسيطة جدا، هي عملية قراءة السامبل اللي طلع معنا. يعني مثال احنا الآن عملنا أول مرحلة للموجة اللي هي عملنا لها عملية السامبلينج، بأنه احنا عملنا قيم هان زي ما أنت شايف، أخذنا سامبلز على محور التايم أو الوقت. في عملية الكوانتايزيشن هنا احنا حددنا اللي هو ليفلز، وهذا الليفل طبعا حسب كم من بت، 2 بت 3 بت 4 بت 10 بت حسب. طبعا احنا هنا اتفقنا اولا بانه كل ما زاد عندي عدد السامبل كل ما كان عندي السامبل ايرور اقل، وبالتالي اللي حينتج عندي موجة اقرب الى الموجة الاصلية. جينا على موضوع الكوانتايزيشن ليفل، وكل ما زدنا عدد البتات في الكوانتايزيشن ليفل كل ما قل عندي الكوانتايزيشن ايرور وحتكون اقرب للموجة اللي عملها سامبلينج. لاحظ هنا الان بدي اجي على العمود الاول حسب معيار تاع الكوانتايزيشن، هو مدام هيك هذا صفر صفر صفر، انا مستخدم هان 3 بت، العمود اللي هان نطلع هيك هذا صفر واحد صفر، هذا العمود اللي هان تعال نقراه هذا واحد واحد صفر، تعال مثلا نقرا العمود اللي هان هنطلع زي هيك هذا عقبالها اربعة يعني واحد صفر صفر الى اخره. فهي عملية القراءة، فحنيجي اول شيء عندنا هاي صفر 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 اللي هم هاي اول ثلاث، بعدين عندنا صفر واحد واحد هاي، بعدين اللي وراه واحد واحد صفر هاي، انا حبدأ انا اكتب هنا ثلاثات ثلاثات. طيب احنا ليش كتبنا ثلاثات ثلاثات؟ لانه الكوانتايزيشن انت هان مستخدم فيه ثلاثة بت. طيب عندنا هنا
طب قديش عندي عدد البتات؟ الحجم حيطلع عندي هان، والحجم اللي حيطلع عندي هان هو عدد اللي هو التلاتة بت اللي انت مستخدمه في الكوانتيزيشن ضرب عدد السامبلز. طب كم من سامبل عندنا هان معمول؟ معمول عندنا هان 33 سامبل زي ما انت شايف، فهنضرب 33 سامبل ضرب 3 بت هيطلع عندي 99 بت، فهيطلع عندي زي ما انت شايف 99 0 و1. طيب الان هنا هو في نهاية المطاف الأسعار والوحدات حيتم ترجمتهم في زي ما بنعرف احنا، طبعا هذا بس رموز لإلنا، انما هو في الجهاز الحاسوب الصفر معناته انه شحنة كهربية متدنية، والواحد اللي هو الشحنة الكهربية العالية اللي احنا بنسميناها طبعا كلها ديجيتال باينري سيجنال. فجينا هنا هي الصفر وهي الواحد وهي الصفر وهي الصفر وهي الواحد اللي هان والصفر اللي هان بعدين واحد واحد الى اخره، يعني احنا صرنا نرسمها على شكل ايش اللي هو الموجة الباينري ديجيتال سيجنال ويف فورم سميناها تمثيل الوحدات. فلاحظ هنا اللي نتج عندي في نهاية المطاف 99 بت، وهذا هيكون هو حجم الملف بعد ما نعمل عملية تخزين الصوت الموجة الصوتية اللي استخدمنا فيها السامبلينج 33 هرتز واستخدمنا فيها الكوانتايزيشن كانت 3 بت. الآن هنا لو استخدمنا طريقة تانية يعني اللي هو مثال تاني، وهنا زدنا عنا انا دير بالك ما لعبتش في عدد السامبل اللي هم بقي كما هم اللي هم 33 سامبل، بس احنا زدنا في مين في الكوانتايزيشن ليفل، احنا استخدمنا الكوانتايزيشن هنا 5 بت. ما دام الكوانتايزيشن هنا 5 بت اصبح اننا المسافه او عدد الشرايح من هاي لهي 32 شريحه، فهذا حيقلل عندي عدد اللي هو حجم الكوانتايزيشن ايرور. وعايز انا اقراه في عمليه الانكودنج بدي اجي على اول سامبل، طبعا اول سامبل هو كان اقرب واحد لمين للواحد زي ما احنا شايفين هاي موجود عندنا هنا هيك، هستخدمه هان طبعا اللي هو باستخدام 5 بت 0 0 0 1 0 هاي 0 0 0 1 0 هاي اول واحد، بعدين نيجي على اللي بعديه هذا كان اقرب لمين ل 14 اللي هو 0 1 1 1 0 هاي 0 1 1 1 0 بعدين هذا على فكرة لا المفروض تكون 0 1 0 1 1 0 هذا ما علينا. طيب المهم الفكرة نيجي مثلا هنا عندنا هان 1 1 0 0 هذا هي 1 إلى آخره، طبعا احنا هيك بنكتب السيجنال تاعتنا. وحنيجي احنا الآن طبعا بنكتبهم هنا حجم الملف اللي هيطلع عنده هيكون عندي عدد اللي هو السامبلز اللي هم ثابت 33، لكن المره هاي حضربه في كام؟ في 5 لانه عندنا كوانتايزيشن ليفل 5 بت، فالاجمالي طلع عندنا هيطلع اجمالي 165 بت، وهذا عندنا حيعطينا حجم الملف اللي طبعا لاحظ هنا هو حجم الملف اللي هان حيكون اكبر من حجم الملف اللي في السلايد اللي قبل، بس طبعا هذا الكلام ليه ميزه بانه عند الصوت عنده حيكون انقى واوضح شوي من السلايد اللي قبل. طبعا نفس الفكره بنحول الكلام هذا ل اللي هي الباينري كلاسيك زي ما انت شايف اصفار ووحدات. هذه المرحله الاخيره تاعت الانكودينج، وهنا بيوضح لنا انه تعال نشوف الانماط تاعت الاوتبوت سايز اللي بيفرق معنا والانظمه اللي بتستخدم، وطبعا احنا هنا معتمدين اللي هو دوت ويف وهذا هو اكستنشن للفايل اللي هو طبعا ملف صوتي. وبقولنا هنا الفورمولا تاعته انه لاحظ يعني احنا عايزين نحسب مثلا قديش هيعطيني حجم الملف لو كان عندي احنا مسجلين باستخدام الدوت ويف. قانون عندنا هنا طبعا اللي هو البيتس بير سامبل يعني اللي احنا سميناه السامبل ريت، وكم من سامبل بير سكند هذا السامبل ريت، بت بير سامبل هذا الكوانتايزيشن وهذا هو السامبلينج. طبعا حاصل ضرب في بعض اللي شفناه يعني هيعطيني عدد السامبل الثاني وهقسمه على 8 عشان موضوع البت والبايت الى اخره. خلينا ندخل مباشره في الامثله اللي هنا، بيقول لي هنا لما نيجي احنا نقول الرقم 16 بت و 44.1 كيلو هرتز، نفرض ان هذا النظام بيتم استخدامه في الملفات الدات ويف ملفات صوتيه، واحنا هنا طبعا ال 16 بت هو بيرمز هنا للكوانتايزيشن، وال 44.1 كيلو هرتز هو بيرمز للسامبلينج، فحاصل ضربهم هيعطيني حجم الملف طبعا في الثانيه، يعني في الثانيه الواحده كم من بايت هيطلع معي، لانه هذا هو بيعمل لي في السامبلينج هو 44
1100 سامبل في الثانية، وحجم كل سامبل بيلزمه 16 بت، فهنضرب 16 في 44.1 عشان يطلع عندي 705.6 كيلو بايت. الآن هذا طبعا كيلو بت بير سكند، سوري، لو بدي احوله انا لبايت، هذا الكابيتال لتر للبايت، هذه بت، فحنقسم الكلام هذا على 8 حيطلع عندنا هنا زي هيك، هاي معناته. طبعا لو عايز انت تقسم على 60 عشان يطلع في الثانية، طبعا حيطلع عندنا الرقم هذا. فانت هيك بتقدر تطلع قديش حيكون حجم الملف مثلا في الثانية او في دقيقة او في الساعة، من خلال مين؟ من خلال اللي هو الكوانتايزيشن والسامبلينج ريت اللي بيستخدمه. تعال، كل ما بننزل لتحت هنا احنا بنزيد، يعني مثال احنا هنا هذا استخدمنا 16 بت، هذا من ضمن الانظمه المشهوره في موضوع تحويل الموجات الصوتيه او ديجيتايز، نحولها لديجيتال. يعني هذا النظام اللي شفناه نتاع موضوع السي دي، هذا النظام اللي بيستخدمه في الدي في دي. وبنلاحظ هنا طبعا هذا هياخذ حجم اكبر، يعني مثال حيفرق معنا هاي مثلا في الثانية، طلع في دقيقة قديش صار حجمه، ده 5.7 قديش كان هنا مثلا، هذا 345 في الساعة. فكل ما بننزل لتحت، يعني أعلى شيء احنا شايفينه هنا 24 بت. طبعا 24 بت هذا اللي بيستخدموه في الكوانتايزيشن، يعني عندي 2 أس 24 ليفل للكوانتايزيشن. وطبيعة السامبلينج اللي بيستخدم هو 96 ألف عينة في الثانية، فبالتالي هو حيطلع لي اضرب لي الكلام هذا، فهذا حيعطينا 2304 كيلو بت في الثانيه، قسم على 8 عشان يعطيني قديش في الثانيه حيلزمني حجم الملف، فيعطيني 288 كيلو بايت في الثانيه. فبالتالي هذا لو بدنا نخزن احنا ملف صوتي حجمه ساعه، يعني نقسم الكلام هذا مثلا قسمه على 60 هيطلع بالجيجا، قسم كمان 60 هيطلع بالجيجا بايت اللي هو حجم الملف في الثانية. سوري، احنا عايزين نضرب هنا في 60 عشان يطلع في دي، وهنا اضرب في 60 عشان يعطيني في الساعة. فلاحظ يعني حجم ملف ضخم عند، لكن هذا وكل ما زاد الحجم اللي هان، معنات الكلام انه اما كان عند السامبلينج عالي سامبلينج ريت، او كان عند الكوانتايزيشن ليفل عالي. لكن هذا برضو ينم على انه هان كتير الصوت دقيق وواضح ونقي. طيب، هذا بالنسبة لموضوع الانالوج للديجيتال. الان العكس هنا صار الموضوع واضح. ليش العكس؟ لو عايزين نعكس احنا الفكرة، هاي احنا عندنا الشحنات الكهربية او الاصفار والوحدات او الباينري سيجنال اللي موجودة في الحاسوب، وعايزين احنا نطلعها على السماعات. عشان نطلعها على السماعات لازم نحولها ايش؟ لانالوج. فبناخذ القيم اللي هان، هذا هو نفس القيم اللي هان، وبدي ابدا لازم في الاول بدي اعمل ريبيلد، عمليه اعاده بناء لمين؟ للموجه. كيف بنعمل اعاده بناء للموجه؟ بانه انا باجي هنا هيك، واولا لازم احنا نكون متفقين على النظام اللي استخدمناه في عمليه التحويل من انالوج لديجيتال. يعني نفس النظام، نفرض احنا مستخدمين 5 مثلا بت الكوانتايزيشن، ومستخدمين نفرض 34، طبعا انا كاتب لك اياهم هان. هو بيقول لك النظام اللي استخدمناه في موضوع التحويل من انالوج لديجيتال كان عندنا اللي هو السامبلينج ريت 34 هرتز، وكان الكوانتايزيشن عندنا 5 بت. بالتالي في الحاله هذه انا بلزمني الموضوع هذا، بلزمني التفاصيل هاي عشان اقدر ابني من الموجه من اول وجديد. فبالتالي هنا لاحظ بصار الموضوع عندي سهل، بدي اجي اعمل خط اللي هنا هيك، وبدي اجي ارسم هنا هيك هذا الخط، وحكتب ارسمه كم من عمود، العمود حيبقى عندي 34 هرتز، طبعا هذول بالنسبه للثانيه الواحده. خلاص، الان بدي اجي اشوف قديش طول كل عمود، فبدي اجي بدي اعمل بالمسطره من هال لهنا، حكتب هرسمهم كم من ليفل او كم من شريحه، 32 شريحه. ليش 32 شريحه؟ لانه هو مستخدم هنا ايه 5، لانه 2 اس 5 بيساوي 32. فبدي اجي على الاولاني هنا، بدي اقرا الان 0010، هذا هو طول العمود الاول او الشريحه الاولى، فهي هذا هي يعني على 2 جاي. نيجي على اللي بعديه مثلا 001001، قد يكون في تايب وعندنا، المهم الفكره. فهنا طبعا حيكون طوله ايش؟ هنطوله زيك. فقبل نرسم فيهم واحد واحد بالتفصيل لما نخلص نهايه المطاف. والان بدي ايش اعمل؟ بدي امسك هذه هيك واوصل هو القيم. طبعا معلش الماوس مش هيظبط معنا، بس الفكره بدات توضح، بانه لما اوصلهم حتنتج عند الموجه اللي احنا شايفينها هنا هيك.
فهو بقول اللي باللون الأسود هذه هي الموجة الأصلية، واللي باللون الأحمر اللي هو إيش اللي كانت ديجيتايز، يعني اللي إحنا حولناها عملناها ريبيلد، يعني من الأنالوج من الديجيتال للأنالوج عشان تطلع لنا على السماعات. هاي مثال تاني برضو بوضح لنا هنا. شوف الآن عشان نجمل كل المواضيع، حتى في الموضوع بأنه إحنا لو حولنا من أنالوج لديجيتال أو من ديجيتال لأنالوج، بقول لي هنا على سبيل المثال في ريبيلدينج ذا ويف اللي هنا أنا مستخدم هنا أكم من سامبل، لاحظ عدد قليل، يعتقد إنه هنا هاي يكتب لي هنا 15 هرتز 17 هرتز، يعني 17 سامبل في الثانية أنا ماخد، لكن مستخدمين الكوانتايزيشن 5 بت. فبنلاحظ هنا انه يعني لو بنقارن ما بين الموجة الأصلية اللي دخلناها من خلال المايك مع الصوت مع الموجة اللي طلعت من السماعات، هنلاحظ إذا مستخدمين هذا النظام فعملية التحويل من أنالوج لديجيتال، وبرضه طبعا نفس الشيء من ديجيتال لأنالوج، فهنلاحظ انه في جاب كبير وفارق شاسع ما بين الموجة الأصلية والموجة باللون اللي حملناها الديجيتايزنج. ليش؟ لانه احنا هنا مستخدمين عدد قليل من السامبلينج، لكن في نهايه المطاف هذا لو بدنا نطلع هنلاقي حجم ملف صغير. بالمقارنه الرسم اللي تحتيه هنا لاحظ هو مستخدم هنا 34، يعني الضعف السامبلينج اللي هان، ومستخدم الكوانتايزيشن كما هو 5 بت. فلاحظ هنا يعني تقريبا الموجه اللي هان شبيهه بالموجه الاصليه او اقرب بكتير للموجه الاصليه. فلاحظ هنا انه هنا بوضح لي انه هنا السامبلينج هنا قديش عندي، كل ما زاد كل ما كان الصوت اللي احنا سجلناه من خلال المايك حيكون اقرب بكتير من نفس الصوت اللي هنسمعه من خلال السماعات. فبالتالي قديش هنا السامبلينج عامل دور مهم. طبعا نفس الشيء برضه الكوانتايزيشن هنا بأثر نفس تأثير السامبلينج، انما السامبلينج هنا ليه التأثير الاكثر او الاقوى هيك نسميه. صورة تانية هنا اللي بتوضح لي هنا، يعني اطلع انا معطيني امثلة، يعني بيقول لي الان في التشارت اللي معي هنا هيك، هي معطيني اللون الاسود والاحمر، هذه اللي هي السيجنال بالاسود اللي هي السيجنال الاصليه، الموجه الاصليه اللي دخلت عن طريق المايك، واللي بالاحمر اللي حنكون طلعناها عن طريق السماعات. طبعا هنا اذا احنا بقول لك هذا حيطلع منظرها زيك، وبنلاحظ بالفعل هنا في فرق يعني ما بينهم. احنا مستخدمين هنا السامبلينج 34 هرتز، لكن الكوانتايزيشن عاملينه كام؟ 3 بت. لكن لاحظ تعال هنا قارن، شوف 34 هرتز يعني السامبل كما هو بين هاد وهاد، لكن هنا عاملين 5 بت. فلاحظ لما عملنا 5 بت قديش قل عند الكوانتايزيشن ايرور، فصارت الموجه هان اقرب ايه الى الموجه الاصليه، يعني الموجه اللي احنا سجلناها عن طريق المايك شبيهه جدا بنفس الصوت اللي بالصوت اللي حنسمعه عن طريق السماعات. وهنا مثال تاني بقول لي لاحظ، يعني هاي انا مستخدم هنا نفس الموجه اللي هان، لكن هنا ايش عملت لها؟ غيرت في السامبلينج. فبنلاحظ هنا احنا في السامبلينج هنا مستخدم 17 هرتز ومحافظ على موضوع اللي هو ايه الكوانتايزيشن. يعني قارن مثلا ما بين هاي وبين هاي، طبعا هادو هاي نفس الرسمة، فبنلاحظ فرق شاسع، وكأنه هنا برضو بوضح لي انه يعني السامبلينج هنا له الدور او التأثير الاكبر حتى من الكوانتايزيشن. بمعنى اخر احنا الصوت اللي حندخلناه عن طريق اللي حنسمعه عن طريق السماعات حنلاقيه مختلف ورديء مقارنة بالصوت اللي دخلناه عن طريق المايك، اذا احنا يعني قللنا كتير موضوع السامبلينج، او بمعنى اخر السامبلينج حيكون له تأثير سلبي على جودة الصوت اذا قللناه بصورة اكبر من الكوانتايزيشن. انما هما كلاهما هو السامبلينج والكوانتايزيشن هما المرحلتين الاساسيتين اللي بيغيروا في جودة الصوت. طبعا كل ما كان الجود كل ما كان السامبلينج اعلى والكوانتايزيشن اعلى، كل ما كانت الصوت اللي حنسمعه على السماعات اقرب ونقي الى الصوت اللي دخلناه عن طريق المايك. لكن هذا المقابل لكن لتمن اللي هو حيفرق معنا في حجم الملف زي ما شفنا احنا في الجدول، يعني ممكن الساعه تصير عندها جيجا او اكثر من جيجا عشان نسمع ملف صوتي للساعه، لكن طبعا الصوت حيكون عندنا نقي. هيك اعتقد هذا بالنسبة لموضوع التحويل من انالوج لديجيتال ومن ديجيتال لانالوج. وهذا هي كان الشيء الثالث اللي حكينا عنه المحاضرة اللي فاتت. فبداية ان احنا شفنا كيف التكست بتم تحويله وتخزينه داخل جهاز الحاسوب، كيف بتم ترجمة الصورة وتخزينها داخل جهاز الحاسوب، واخر شيء اللي خلصناه عمال عملية كيف بتم تحويل الموجات الصوتية
اللي احنا بندخلها عن طريق المايك وكيف تتخزن داخل جهاز الحاسوب. فالشات في الثلاث شغلات هذول كلهم في نهاية المطاف لازم يتحولوا إلى شحنات كهربية، أصفار ووحدات، أو اللي احنا سميناها باينري ديجيتال سيجنال. طيب احنا طبعا قبل احنا ما ننهي المحاضرة في مصطلح مهم اللي احنا بنسميه الكلوك اللي حنحكي عنه الآن. طبعا هذا الموضوع عشان بيتطلب تجربة عملية، موضوع النك ناك اللي هو نقر القلم على السبورة، عشان يوضح هنا موضوع ترجمة السيجنال وأهمية الساعة في الموضوع هذا. يعني مثال، الآن أنا معطيك موجة زي هيك على سبيل المثال، هذه موجة، لو قلت لك اقرا لي اياها حتقول لي اه ما هو معروف الخط العالي واحد والخط الواطي صفر، فطالب ممكن يقراها انه هاي عندنا واحد وهذا صفر وهذا واحد. طالب تاني ممكن يقول يا سلام، طب هذا ممكن تكون واحد واحد وهذا تكون صفر صفر زي ما هي معمولة هان، وهذا واحد واحد، ملاحظ ما هي نفس الموجة. طالب تالت ممكن يقول ممكن يكون هان 4 وحدات 4 أصفار. ما فيش عندنا معيار واضح يحكم لنا الموضوع هان. فاللي بيحكم لنا الموضوع هان اللي هو وجود الساعة، اللي هي الساعة المرجعية، لأنه هو سأل السؤال هنا بيقول لي which one is correct. طبعا عنوان الموضوع هان عملية اللي interpreting، عملية تفسير او توضيح الباينر ديجيتال سيجنال. يعني هذه الموجة اللي انت عامل لي اياها احنا هنترجمها ايه؟ هنترجمها 101، ولا هنترجمها 11001، ولا هنترجمها 4 وحدات 4 أصفار؟ يعني الكمبيوتر هيتعامل معها كايه؟ فبالتالي هنا لحل الاشكالية هات لابد من وجود مين؟ الساعة. نشوف مع بعض هنا كيف الساعة بتحل لنا الاشكالية. اولا بقول لي هان موضوع الساعه، الساعه هذه عباره عن برضو نفس الشيء، هي موجه منتظمه، هي سيجنال، الساعه سيجنال، تمام. وبتتميز بان الموجه تاعت الساعه هي موجه منتظمه زي ما احنا شايفين. ولاحظ احنا هان حسب التردد تاع الساعه، يبقى احنا هنطلع على تردد الساعه عشان من خلال تردد الساعه نقدر نترجم هذه السيجنال بالضبط ماذا تعني، يعني كم واحد وكم من صفر. يعني مثال، لاحظ انا هنا ايش عامل هذه الساعة، نفرض ان الساعة تاعتنا بتعمل او ترددها عد، مثلا هاي 1 2 3 انا حسب، نقول مثلا في الثانية قديش ترددها، وبدنا نقارنها مع تردد تاع الموج تاعتها، وبنطلع من خلالها. يعني لاحظ احنا حين طبعا هذول ماشيين بنفس الوقت، بدوا من التوقيت هنا وماشوا زي هيك. لاحظ الفترة الزمنية من الهان لهان هذه دورة كاملة، في الدورة الكاملة باجي بتطلع يعني هذا حقراها ايش كانت هاي، حقراها واحد من هان لهانا هيك نقراها مثلا، هاي الدورة الثانية، في الدورة في السايكل الثاني قديش كانت هذه واحد، فاقرا واحد واحد، في الدورة الثالثة هذه كانت كام؟ واحد، في الدورة الرابعة هذه واحد، في الدورة الخامسة تحت السايكل هذه كانت يعني اللو حقرها صفر، فهل حتى الآن عندنا 1 1 1 1 0، ونكمل زي ما انت شايف. طبعا هنا الخطوط اللي مقطعة موضحان الفكرة. انا هنا في الصورة اللي تحت هو نفس السيجنال، ما غيرتش فيها، بس اللي اختلف عندي انا الساعة اللي انا هترجم السيجنال هاي حسب الساعة هاي. يعني بترجم السيجنال هاي من ناحية وحدات واصفار، من ناحية عالي وواطي، كم من واحد واحد وكم من صفر فيه، حسب اللي هو الموجة تاعت الساعة. فلاحظ لما نيجي احنا هنا بنجي بنطلع في الدورة الاولى، هذه الدورة الاولى تاعتها قديش قرناها هنا واحد، الدورة الثانية تاعتها قرناها واحد، الدورة الثالثة طلعنا لقيناها صفر. لاحظ هان لكن الدورة اللي هان تقريبا اللي هو ايش ابطأ من الساعة اللي هان، يعني هاي ترددها ضعف تردد اللي هان، فعشان هيك هذا حتمثل عندنا وحدات واصفار اكثر من هان. فايهما اصح حسب الساعة اللي احنا مستخدمينها. اذا مستخدمين الساعة هاي فبالتالي حتترجم السيجنال هاي كواحد واحد صفر صفر واحد واحد صفر، اذا مستخدمين الساعة هاي في نظامنا حنترجمها 1 1 1 1 0 0 0 4 وحدات 0. واضح؟ هذا هو مفهوم هان الساعة. طبعا احنا في الشرح تاع الفيديو المساعد ضروري ترجع النقطة هذه، لأنه كتير موضح مفصل بالضبط مفهوم الساعة، وموضح لنا هان انه احنا ليش الحاجة لموضوع الساعة، عشان يكون عندنا النظام متزامن لابد من وجوده. الآن طبعا اللي بأكد الكلام هذا بأنه كل الأجهزة هنا اللي بيستخدم فيها طبعا مواصفات أجهزة الحواسيب، طبعا هذا الرسمة نفسها موجودة في أي حاسوب في الدعايات هنا، دائما اول سطر لازم يحكي لك مواصفات المعالج. كل نعم فيش امكانيه، لازم اول سطر بيحكي لك عن نوع المعالج، بعدين من نوع المعالج لازم يحكي لي عن ايه، على السرعه تاعته، لانه هو انا عايز المعالج شو يعني ايش الخاصيه او الصفه اللي في المعالج اللي بدور عليها اللي هي السرعه تاعته.
انا بيعنينيش الرقم تاعه وكم من كور، لا انا بيعنيني كام اللي هو السرعه تاعته. لكن بنلاحظ انا السرعات اللي عندنا هاي 3.2 جيجا هرتز، هاي مكتوب 3.4 جيجا هرتز، هنا مكتوب 3.9 جيجا هرتز. ولاحظ كل ما زادت طبعا احنا عندنا السرعه تاعت الساعه، فبالتالي بيزيد عندنا هنا ايه السعر تاعه. يعني لاحظ هنا 2.6 جيجا هرتز، 2.6 بعدون نفسهم تقريبا، بس في اختلافات من شغلات تانية. الان لاحظ هنا السؤال هنا هو ليش المعالج بينقاس بالهرتز؟ هو الهرتز احنا خدناه في بداية المحاضرة اللي هو وحدة قياس التردد. طب شو دخل التردد بسرعة المعالج؟ نعم، هو اساسا الهرتز هنا هذه هي سرعة الساعة. احنا لما نقيس سرعة المعالج احنا فعليا بنقيس سرعة الساعة، احنا بنقيس سرعة المعالج، لانه المفروض هنا بما انه المعالج بيعمل عمليات حسابية كان الاقرب للعقل بانه احنا نقول بانه سرعة المعالج مثلا بيعمل مثلا مليون عملية في الثانية، بس احنا بنقولش زي هيك، احنا بنقول سرعة المعالج مثلا جيجا هرتز، 2 جيجا هرتز. فبالفعل احنا هنا بنقيس سرعة الساعة، هذه الساعة بنسميها الساعة المرجعية. فبالتالي لما نقول هنا ماذا تعني انه سرعة المعالج 3.2 جيجا هرتز، تعني بانه الساعة المرجعية اللي تتبعها اجزاء المعالج هذا بتساوي 3.2 ضرب 10 اس 9 دورة كاملة في الثانية، وفي كل دورة تقوم اجزاء المعالج بعملية واحدة. طبعا الكلام هذا موضح اكثر في خلال اللي هو الفيديو المساعد. وهيك احنا بنكون وصلنا لنهاية المحاضرة هاي. بتمنى تكون المواضيع طبعا واضحة، وهي تحتاج الى انك تحضر المحاضرة اكثر من مرة عشان ترسخ عندك اللي هو النقاط اللي بنحاول نوضحها. طبعا في نفس السياق احنا حننزل واجب رقم 1 و2، واسئلة الواجب حتكون شاملة وحتغطي كل الشغلات اللي ممكن يعني الانمان انك تكون فاهمها من خلال اجابتك لاسئلة الواجب. هان اعتقد احنا وصلنا للنهاية، بنراكم ان شاء الله المحاضرة الثالثة، ويعطيكم الف عافية.